بنزينة لعيبة المنتخب الوطني، صراحة مشاركة اللي كانت مشاركة مشرفة، مشاركة اللي فرحنا بها الجمهور المغربي، مشاركة اللي بنا بصورة مزيانة بحكم أنها أول مشاركة، المشاركة اللي كانت أول تجربة للمنتخب عربي، فمشاركة كانت مشرفة بزاف الحمد لله. الإحساس بالافتخار باش أنك تسمع النشيد الوطني المغربي في بلدان أوروبية، فهذا الشيء كيفرح وكيسعد القلب، وحنا طامحين باش ديما نبقاو نخليو النشيد الوطني كيتعزف في جميع الدول الأوروبية إن شاء الله. صراحة الخسارة ضد المنتخب الألماني خسارة اللي ما كانتش متوقعة، ما تقبلناهاش في الأول، من بعد فكرنا بأن المجموعة كتلعب على 3 الماتشات، يعني التأهل باقي ممكن، والحمد لله المقابلة الثانية كانت مزيانة، المقابلة الثالثة كانت مزيانة، والحمد لله تأهلنا، فالحمد لله بنا بصورة مزيانة من بعد المقابلة ديال ألمانيا، فهادشي فرحنا. صراحة الفوز ضد كوريا الجنوبية فرحنا بزاف، وأكيد غيحمسنا باش أننا نبقاو عاضين في المقابلة وعاضين في هذه المسابقة، والحمد لله كان داكشي اللي طمحنا ليه وصلنا ليه الحمد لله وتأهلنا. صراحة ديك المقابلة كانت واحد المقابلة اللي على الأعصاب، كنا لاعبين و ميم طو التفكير ديالنا مع المقابله ديال المانيا، فصراحه من بعد سماع النتيجه راه شفتوا الفرحه اللي كانت، تفاجئنا صراحه بكثره الفرحه، تفاجئنا، فالحمد لله ربي كان معانا، واكيد المستوى اللي قدمنا كان هو في مستوى اللي كبير، وهو اللي خلانا نتاهلوا الحمد لله. صراحة كيف ما كتعرفوا المنتخب الفرنسي منتخب اللي متمرس، منتخب اللي دائما كيكون في كأس العالم، منتخب اللي كيكون عاطينه واحد القيمة اللي كبيرة، لأنه يقدر يفوز باللقب، فالمقابلة ما كانتش سهلة، ربما المقابلة دارت في واحد الحيتيات اللي المنتخب الفرنسي استفاد منهم أكثر منا حنا، وكانت الخسارة بقى فينا الحال بديك الخسارة، لأن ما بناش بواحد المستوى اللي كبير، وهذا الشيء هذا ما يخليناش نوقفوا، انا بالعكس الخساره لا ضد المنتخب الالماني لا ضد المنتخب الفرنسي غتخلينا نزيدوا نخدموا ونزيدوا نطمحوا باش نبانوا بصوره مزيانه في المسابقات الجايه ان شاء الله. صراحه كنا كنلعبوا كل مقابله بوحدها، يعني ما كناش داخلين نلعبوا ضد المنتخب الالماني وحنا كنفكروا في كولومبيا او في كوريا الجنوبيه، فكنلعبوا كل مقابله بوحدها، كل مقابله عندها حيتيات ديالها، عندها طريقه اللعب ديالها، طريقه كيفاش تقدر توقف الخصم، فالحمد لله من بعد الخساره ضد المانيا الحمد لله بنا بصوره مزيانه ضد كوريا ضد كولومبيا، فهذا الشيء مشرف، وربما تاهل بان من بعد الفوز على كوريا الجنوبيه. كنظنش لان الكره واحد الرياضه اللي جماعيه، وحده كتكمل الاخرى، سواء كانت كتلعب في المغرب او لا كانت كتلعب في محترفه على برا، فوحده كتكمل الاخرى لان رياضه جماعيه. صراحه كانت اجواء اللي زوينه، اجواء اللي كتسودها الفرحه، الحمد لله النتائج اللي حققنا من بعد الخساره الاولى فكانت نتائج اللي مزيانه، فرحوا معنا فرحنا الجمهور المغربي، فرحت معنا الجاليه اللي كانت مقيمه باستراليا، فالحمد لله كانت اجواء اللي زوينه، وبقات مستمره طيله المقابله الثانيه والثالثه، فالحمد لله. الاحساس بالافتخار باش انك تميز بواحد الحاجه اللي مشرفه لبلادك، فاكيد غنكون فرحانه، واكيد غنكون فرحانه بالتميز، الحمد لله ربما تميز وشرفت عائلتي شرفت بلادي، فانا فرحانه بالتميز الحمد لله. صراحه النزول رئيس الفيفا عندي التيران واحد التواضع اللي كبير
من رئيس بالمستوى ديالو، فأنا فرحانة وكنعتز بهذا اللقاء. شكرني بزاف وبارك لي بحكم أنني أول محجبة كتشارك في كأس العالم، فهنأني بزاف وتمنى التوفيق للمنتخب. الانتقادات اللي جاتني ربما التصويره مع انفانتينو كانت واحد الرد اللي كبير، يعني بلا ما نضطر انني نجاوب كل واحد على قد الانتقاد ديالو، فالصوره بوحدها جاوبت الجميع. هذا الشيء ما كنعتبروش انتقاد اولا كلام اللي خايب، فالكوزينه راه جزء من المراه، يعني بالعكس كتبين بان المراه تقدر دير اي حاجه، تقدر توفق بين الحياه ديالها الزوجيه، تقدر توفق بين حياتها مع العائله ديالها، وميم طو تمشي تمارس داكشي اللي كتبغي سواء في الرياضه او لا في العمل مع السياسه او لا، فالمراه تقدر دير اي حاجه. والكوزينه بالعكس، الكوزينه راه كتفرح المراه المغربيه ملي كتخليها كتبدع فيها، فهذه كنعتبرها ماشي معيوره، بالعكس هذه مشرفه لينا الحمد لله. صراحة من بعد ما كتحقق واحد النتائج اللي كتكون متأكد أنها نتائج اللي زوينة ومشرفة، فكتدخل بلادك براسك مرفوع بواحد الفرحة اللي كبيرة، وخلاص بلادنا استقبلتنا أحسن استقبال، الكلام الزوين، الناس كيجيو يتصوروا معاك مفتخرين بيك، فرحانين بيك، لا كبير، لا مرأة، لا راجل، لا وليدات صغار، فهذا الشيء كيفرح. وصراحة كنشكرهم على الاستقبال الزوين وعلى حبهم لينا، لأن هذا الشيء هذا يخلي نزيدو نخدمو ونزيدو نطمحو نوصلو للمستويات الكبيرة اللي نزيدو نشرفو بها بلادنا. كيف ما شفتو راه أغلبية الفيديوهات تحطو في السوشيال ميديا، فشفتو الفرحة، شفتو الاستقبال كيفاش كان، والديا فرحانين بيا، الجيران، الصحاب، كان واحد الاستقبال اللي زوين بزاف، استقبال اللي فرحني بزاف. الناس المغرب معروف عليهم بالكرم والجود وحسن وحفاوة الاستقبال، فكنشكرهم بزاف والله يخليهم. اكيد كاين واحد الانسجام، لان راه واحد المده طويله وحنا مجموعين ولينا خوت وصحاب، فالكاس العالم خلانا نزيدوا نكمل نبغيو بعضياتنا، نزيدو نكونوا مع بعضياتنا باش نبانو كاملين بصوره مزيانه، والحمد لله داكشي اللي كان. ان شاء الله من بعد هذه النتائج الزوينه اللي درنا في كاس العالم، فاكيد غنطمحوا كاي مجموعه، كاي لاعبات محترفات، اكيد غنطمعوا باش ان المسابقات الجايه ان شاء الله نكونوا في مستوى، ولما لا نحقوا الفوز ونشرفوا بلادنا. صراحة الرياضة واحد الحاجة اللي مزيانة، أولا كيستافد منها الإنسان، كتستافد صحته أولا، كتخليه بعيد على بزاف الحوايج خايبين، كتخليه معمر وقته بواحد الحاجة اللي زوينة اللي ربما إلا بالصح خدم وكان كيبغي ديك الرياضة راه غيوصل بها واحد المستويات الكبيرة اللي غتعرفو مع ناس مختلفة، ربما غيزور دول مختلفة، فالرياضة حاجة اللي زوينة. كنشجع أي بنت أو ولد أنه يمارسها إلا كان بصح كيبغيها وبصح عنده واحد الحب كبير ليها، فيمارس رياضته، يبدع فيها، يطمح يوصل لواحد المستويات الكبيرة، لأن الرياضة واحد الحاجة اللي زوينة ومشرفة بزاف. شكرا بزاف على الحب ديالكم، شكرا بزاف على الرسائل الزوينه، على التشجيع، على الفرحه ديالكم معنا، فحنا كنشكركم بزاف على التواجد ديالكم. التشجيع ديالكم خلانا نزيدو نخدمو ونزيدو نبانو بصوره مزيانه، فشكرا لكم بزاف، كنبغيكم بزاف. ولالا مولاتي ديما 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 تابع النجوم، ديما كتبغي تبينهم في الصوره، فشكرا ليها بزاف. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.